هاي، ليش الناس تعمل unfriend أو unfollow على مواقع التواصل الاجتماعي؟ نتائج الدراسات بتدل على أسباب مختلفة مثل انقطاع العلاقة بالعالم الحقيقي، الإفراط بإظهار تفاصيل الحياة الخاصة، المبالغة بإظهار العواطف للشريك، المنشورات المزعجة من آراء اجتماعية وسياسية، التفشيخ والمبالغة بالتعبير عن السعادة ونمط الحياة الجيد، المبالغة بالنشر على مدار الساعة بطريقة مزعجة. 19% من مستخدمي فيسبوك بين عمر 18 و29 بينطلب منهم إزالة شخص من شبكتهم. 35% من طلبات الانفريند بتكون بسبب غير أصدقاء عادة. 23% من هالطلبات بتكون من الزوج أو الزوجة، الشريك أو الشريكة. مين قال إنه اهتمام الناس بالانفريندينج أدى لتطوير أبليكيشنز خاصة بإظهار البروفايلز يلي عملوا انفريند لصفحة معينة؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.